النهارده فقدنا المنتج والمؤلف سمير خفاجي، والحقيقه ده يعني فقدان للفن المصري والعربي. كان بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عام. الحقيقه انه الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه ويمكن جميع القطاعات والهيئات في وزاره الثقافه نعت المنتج الكبير سمير خفاجي، وقالت انه الراحل ترك بصمه واضحه على ساحه الفنون في مصر والوطن العربي. يعني عايز اقول لحضراتكم سمير خفاجي كان مؤسس فرقه الفنانين المتحدين، ودي ساهمت طبعا في ظهور جيل كامل من الفنانين عادل امام، احمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي، من كل مسرحياته ظهروا من مسرحيات سمير خفاجي. هو مؤسس فرقه ساعه لقلبك الشهيره مع يوسف عوف ولطفي عبد الحميد، ودي ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين زي الخواجه بيجو وابو لمعه وامين هنيدي ونبيله السيد والدكتور شديد. يعني مسرحيات الحقيقه قاعدين انا وزمايلي يعني الف رحمه ونور يا رب تنزل عليه، قاعدين بنفتكر بقى المسرحيات والحاجات اللي عملها. مسرحيات هلو شلبي سنه 69، مدرسه المشاغبين 73، العيال كبرت 79، الفرقة نفسها فرقة الفنانين المتحدين طبعا قدمت مسرحيات كتيرة جدا ناجحة، شاهد ما شافش حاجة، سيدتي الجميلة، أنا فين وانت فين، رايا وسكينة، شارع محمد علي، بودي جارد. يعني الحقيقة يعني قدم حاجات أعتقد أنه أغلب المخزون من مسرحياتنا وأعمالنا على خشبة المسرح والفنانين والعظماء اللي طلعوا النهاردة أصبحوا زعماء الفن العربي طلعوا من فن وإبداع سمير خفاجي، فرحمة الله عليه ربنا يا رب يرحمه ويحسن إليه. هيتم تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر غدا السبت 22 سبتمبر. ربنا يا رب يرحمه ويحسن إليه ويسكنه يا رب إن شاء الله فسيح جناته بإذن الله. خلينا نطلع نشوف مع بعض أبرز أحداث